استكمالا للمبادرات الإنسانية التي يقوم بها المشروع العربي في العراق، باشر مكتب المشروع في محافظة الأنبار بتوزيع سلات غذائية على العوائل المتعففة في مدينة الرمادي. كوادر المشروع وزعت العشرات من السلات الغذائية على العوائل المحتاجة في منطقتي التأميم وثمانية شباط، وذلك للمساهمة في مساعدة هذه العوائل التي تضررت نتيجة الإجراءات الأمنية والصحية المفروضة في المحافظة، فيما أكدت استمرار الحملة لمناطق أخرى في الرمادي وصولا إلى مركز المدينة. وجيه وبدعم مباشر من قيادات المشروع العربي وعلى رأسنا الشيخ خميس الخنجر، باشر مكتب المشروع العربي مكتب الأنبار، واستكمالا طبعا لحملات توزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة التي باشر بها المشروع في صلاح الدين وفي الموصل وفي ديالى وفي أكثر المحافظات العراقية. واليوم يقوم مكتب الأنبار بتوزيع هذه السلات الغذائية على العوائل المتعففة وعوائل الأيتام وعوائل ذوي الدخل المحدود. وشمل هذا التوزيع مناطق التأميم 8 شباط تحديدا، وإن شاء الله يعني ماشيين بهذا التوزيع. والله يعني بين تقريبا 100 إلى 125 سلة. باشرنا اليوم بحي 8 شباط بالتأميم، وإن شاء الله نكمل المسير في التأميم وفي مركز المدينة في الرمادي إلى الأقضية قضاهيت وعانة امتدادا إلى القائم إن شاء الله، وحتى قطاع الجزيرة إن شاء الله.